طيب هل من المنتظر أن نتوقع انسحاب الحشد الشعبي في المرحلة المقبلة؟ لأن الأمريكيين قيل أنهم يشترطون فتراجع الحشد الشعبي لكي يشاركوا. هذا وارد، ووارد بشكل آخر أن يحصل تنسيق بشكل أكبر وتفاهم مع العشائر لعملية التحرير. وأنت ميال أكثر لهذه لا، أنا هذا الكمال؟ ميال دائما إلى أن يجب أن يتحمل سكان المحافظة نفسها مسؤوليتهم في عملية التحرير، أن لا يهمل دورهم ولا يتم تجاهله. هذه هي النقطة الأساسية. زرتم إيران بعد أن كنتم في الدوحة، هل هناك نوع من المبادرة لتنسيق علاقات بغداد، عملية الوصول إلى عملية توازن في العلاقات بين إيران والدول الخليجية السنية؟ لازم تفهم كل دول المنطقة أن تحرك العراق فيما يحقق مصلحته ومصلحة دول الجوار لا ينبغي أن يولد نوع من التحسس لدى الآخرين. العراق عربي، عمق العربي مهم، لابد أن يتواصل وأن يحل مشاكله بالتفاهم على أساس المصلحة. نفس الوقت لديه جار تركيا، لديه جار إيران، تربط مصالح مشتركة بهذا الإطار. هناك مشكلة كبيرة يواجهها العراقيين هي داعش. هناك مشكلة أيضا داخلية اسمها تفاهم وثقة، وحاجتنا إلى مساندة الدول لأن تقف معنا هي النقطة الأساس. نقلتم أفكار قطرية ربما؟ ما مخول أن أتحدث على لسان أحد أو أن أتحدث بعنوان مبادرة معينة، ولكن لكنها موجودة، ولكني أتحدث برؤية عراقية قائمة على أساس جمع كل الأطراف في سبيل أن تحقق مصلحتنا ومصلحتهم، لأنه خطر داعش إذا استفحل لا يقف عند حد معين، وبالتالي هذا جزء من مسؤوليتنا في إيضاح الحقائق وإقناع تلك الدول في أن تتفاعل إيجابيا معنا. هل وجدتم تجاوبا في طهران ربما لأفكار قطرية لنوع من إيجاد توازن في يعني هم ما كان أكو فد اعتراض شديد، لكن كان سوء فهم في معرفة طبيعة التحركات اللي تقوم بها بعض الدول العربية ومنها قطر. وأنا أفهم أن هذه المبادرة بشكل واضح تصف في خدمة العراق وتصف في خدمة الجميع، ليس الطرف بعينه، وهي برعاية وقرب من الأمم المتحدة، وبنفس الوقت تنهي جدل كبير كان يدور في قضية ماذا يريد مكون مهم اللي هو السنة في رؤيتهم للواقع العراقي، في رؤيتهم للدستور، في رؤيتهم للعملية السياسية، في تعاطيهم مع الحكومة. اليوم العراق يحتاج إلى مساندة الدول العربية. لكن المشكلة يعني هل أنت فعلا مقتنع سيد الجبور أن إيران التي أرسلت الجنرال سليماني ليقاتل على الأراضي العراقية مستعدة للتخلي عن نفوذها فقط بمجرد أن يكون لدى الدول الخليجية رغبة في أن يكون لها علاقة جيدة؟ ما كنت قاطع. إحنا طبعا صحيح ساحة العراق مفتوحة، ولكن ينبغي أن لا يستغل العراق في ظرف الصعب اللي يمر به حتى تصفي دول عديدة حساباتها على أرض العراق أو تزداد من نفوذها أو تحقق مآربها. يجب أن تحترم إرادته وإرادة العراقيين وخياراته. قد ترى طهران الأمور بشكل مختلف. طيب ما الذي يؤخر عودة العلاقات الخليجية ببغداد بعد أن سمعنا أن قطر تنوي إرسال سفير لها والسعودية قبلها تحدثت عن ذلك؟ سيكون ذلك بعد العيد فيما يتعلق بالجانب السعودي. وصول السفير السعودي بعد العيد إشارات مطمئنة أنه سيباشر عمله، والقضايا اللوجستية على قدم وساق، وإحنا نشعر بأن هذا سيزيد من تفاعل العراق مع المحيط العربي، وقطعا هذه مؤشر مهم بالنسبة لنا. الجانب القطري تم تسمية السفير كما تعلمون، ولم يحدد بشكل مباشر اللحظة التي يباشر فيها عمله، ولكن أعتقد ليست بعيدة. وشعرتم في طهران أن هناك قبول؟ ليس هناك من مانع أصلا، بالعكس هو هذا يعطي فرصة للعراق والمنطقة بشكل عام في تفاهمات إيجابية. العراق يواجه خطر تنظيم الدولة الإسلامية، لكن يواجه خطر آخر وهو ملف الفساد الذي أخرج الكثير من العراقيين إلى الشوارع. هل أنتم راضون عن الإصلاحات التي اتخذها رئيس الحكومة سيد العبادي حتى الآن؟ يعني لا زالت في قناعتي بطيئة، ما لامست جوهر المشكلة، لم يحاسب شخص بعينه، لم يقدم للقضاء من وصم بالفساد.
كان هناك تهديدات، لا زالت هذه التهديدات الشارع العراقي ينتظرها. احنا ايضا نعتقد ان هذا هو الاساس اللي يجب ان ننطلق من عنده في محاسبة المفسدين، وبالتالي الفساد لا يقل عن الارهاب وعن داعش في تهديم بنية الدولة العراقية. لماذا لم يحاسب احد في رايكم؟ الاسباب عديدة. اولا اما الاجراءات كانت بطيئة، وإما أن هناك نفوذ موجود للبعض منهم قد يحول دون إمكانية الوصول إلى لمحاسبته، لكن بالنتيجة لابد من المحاسبة. هل تعتقد أن الوضع في العراق يسمح فعلا بالوصول إلى محاسبة المسؤولين؟ يعني هناك من يقول صراحة أن مشكلة الفساد أنه وصل إلى قمة داخل النظام السياسي ولا أحد يجرؤ على محاسبتهم. يعني أولا تدري هذا الملف اللي ولغ به هو أيضا متنفذ ولديه شوكة ولديه قدرة على منع أي أذى يمكن أن يصل إلى، لأن البعض منه مركب يعني مو سطحي في طبيعة الفساد اللي يحصل، لكن أكو جدية عند البرلمان عند الحكومة عند القضاء في أن لا تترك هذه الملفات سائبة. يا سيدي يعني أريد يعني المواطن العراقي يتساءل، يعني أنتم اخترتم لكي تكونوا رئيسا لمجلس النواب منذ صيف 2014، سيد العبادي في السلطة منذ تقريبا أكثر من عام، وما ذلك لم يسمع أحد أنكم أنتم كسلطة تشريعية قمتم بواجبكم بتوجيه أصابع الاتهام وتحديد من المسؤول ومطالبة المحاكمة. هذا مو صحيح. أولا اللي تابع قطعا المواطن العراقي تابع طبيعة العمل اللي يقوم بالبرلمان. احنا حققنا استجواب لوزير الكهرباء وبداية العاشر سنحقق استجواب لوزير الدفاع، وهناك على القائمة عدد من الوزراء تمت مساءلة عدد من الوزراء في مواطن محددة. كل لجنة فتحنا ملف الأسلحة الفساد اللي حصل بيها عقود التسليح، فتحنا أيضا ملف البنك المركزي ومشاكله، وهناك أيضا ملف لوزارات التجارة وغيرها. اللجان شغالة بشكل واضح، البعض منها تم توصية بإحالتهم للقضاء. أنجزنا ملف الموصل ومشاكله وأحلناه إلى الادعاء العام. هذا بحد ذاته هو تجاوز لتحديات كبيرة، وعليه هي القضية مو مرتبطة بس بما يعتقد الطرف وإنما بطبيعة عمل وأداء نقوم به. سيد الجوري أذكر لي اسم وزير واحد أو مسؤول واحد حكم قضائيا بتهمة الفساد في العراق. هذه مهمة القضاء مو مهمتنا، ومهمة السلطة التشريعية أن تتحدث لرأي العام وتقول أننا وجهنا أصابع الاتهام ولم يحاسب أحد. وقلنا ذلك وأحلنا ملفات إلى القضاء وسنتابع أيضا تنفيذها. هل القضاء قادر على حماية على محاكمة المسؤولين العراقيين بنزاهة؟ أن هناك من سيحاسب بشكل واضح، وخصوصا في ملف الفساد أو ملف النزاهة. طب إذا كانت الأمور واضحة إلى هذا الحد لماذا لم يحاسب أحد؟ وكما قلت لك بعض الملفات الآن بحدود 150 قضية داخل النزاهة، وأغلبها تتعلق بمسؤولين. أنا ما معني بشكل واضح ليش ما طلعت نتيجة أو ما طلعت، أنا أتابع قطعا سنصل إلى نتيجة وسحاسب عدد كبير منهم، وكثير من الشخصيات الآن بالسجن، مو بالضرورة أن يطلع الرأي العام. المواطن يحتاج أن يعرف أن من يخطئ يحاسب. كثير من القضايا تم إطلاع المواطن العراقي، ويعرف جيدا أن وزراء لم ينجوا سابقين من المحاسبة، وأن ملفات جديدة فتحت، وهذا جزء يتماشى مع منهج الإصلاح. أنتم تؤكدون أن السيد العبادي يملك الإرادة والقدرة على محاكمة مسؤولين على مستوى وزراء وربما أعلى من ذلك، والقضاء نزيه بشكل يكفل ليس من مسؤوليته أن يملك إرادة وقدرة، هو أشر. لكن أنا أقف مع الشعب في ضرورة أن نكون أقوى وأشمل وأوسع وأكثر جدية، والقضاء أيضا معني في هذا الجانب. شكرا لكم سيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي على هذا اللقاء. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونترككم في رعاية الله.